كلما كانت ركلات الترجيح أقرب وكرة خطيرة. جول جول جوردي ألبا يأتي من الخلف ويضع برشلونة في المقدمة. شاع من الخلف ووضع برشلونة في المقدمة. يتقدم برشلونة الوقت الإضافي الأول. عزيزي المشاهد، هدف لبرشلونة يسجل بعد لعبة. شوف شوف ميسي لما يناظر انتهت الأمور، خلاص انتهت الأمور. جوردي ألبا واجه المرمى، طريقه كان سهل ما كان صعب، وضع الكرة ما كان. إنه يتقدم ريال مدريد اللي كانوا حتى ما قبل هذه المباراة متعادلين في الدوري والكاس، في الدوري والكاس عند الريال، الدوري والكاس 51 عند برشلونة. هذه كرة، هذا جول، جول، انتهت الأمور. برشلونة بطل، البرسا بطل، والابتسامة لبرشلونة. وكتالونيا في هذه الأمسية لن تعرف طعم النوم. انتهت الأمور في مدريد، وبرشلونة عزيزي المشاهد في الأوقات الإضافية ضرب بقوة، ضرب بقوة. ومرة أخرى اللمسة السحرية تأتي من مين؟ من ليونيل ميسي. صنع الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، صنع الفرحة الأولى وصنع الفرحة الثانية، وبالتالي